احنا نتامل انه يكون وقت اطلاق نار دائم شامل، بدناش نرجع تاني للحرب، لان الحرب لما تهدأ الاولى دمرتنا، دمرت بيوتنا. الحين لنا 3 شهور نازحين، يعني تعبنا احنا من الهجره، هذه هجره وقاعدين في نايلون، احنا قاعدين تصور فيش اكل فيش شرب فيش ادنى مقومات الحياه فيش. احنا نامل انه وقت اطلاق نار دائم نرجع الى اماكننا، صح فيش بيوت بس نرجع في اماكننا، بدناش احنا نضلنا مهجرين، هذا املنا بس انه يصير زي هيك. إذا الهدنة زي اللي صارت اللي فاتت ويبدا الحرب من أول جديد بعد تخلص بدناش فيها، وإذا ما قدرناش نروح على الشمال بلزمش الهدنة، خلينا هنا عبر ما تخلص الحرب المرة، بدنا احنا وقت إطلاق نار شامل، بدناش هدنة، هدنة يبدا الحرب من أول جديد، هذا كله بلزمش، وبعدين لو صار هدنة كيف بدنا نروح احنا حسب السن اللي محددوه، كيف بدنا نروح أولادنا احنا بعد؟ ما نقدرش نسيب أولادنا ونروح، أو هم ما نقدرش نروحهم. بالنسبة لنا للهدنة اللي هي المؤقتة هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتم، ولكن هناك في تخاوف منها اللي هي كالتالي: ممكن اللي هي إسرائيل في أي وقت، ما لهاش ضمانات لأنه في أي وقت ممكن تغتال، أي حتى إحنا بدنا هدنة كاملة اللي هي نعيش فيها، مش بدنا إحنا كل يوم إحنا نعمل هدنة، إحنا بدنا هدنة اللي هي على مدى الأعوام، على مدار 10 سنين 20 سنة. اما هناك في مخاوف منها اللي هي الهدنه هذه المؤقته، ويمكن كمان ما تنجحش لانه نتنياهو ممتنح على حاجات مش من صالحه. هيا الخبز السخن، هيا الخبز الطازه. السلام عليكم. هلا 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 هلا. انا بتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يتم الالتزام بالهدنه حتى نلتقط الشعب انفاسه ويلم جراحه، انت فاهم كيف، وتقلل من الخسائر البشريه اليوميه اللي الشعب بتكبدها يوميا من 150 ل 200 شهيد. هذه خساره شعبيه فادحه وخساره لابنائنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا.